ندرس فكري مع فكره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. تحت عنوان للحرية أداب وضوابط سوف يكون هذا اللقاء. أعتقد بلاد الحرية كما يقال عنها وعلى رأسها فرنسا لا تلتزم، تقول شيئا وتفعل آخر. إذا كان من حق الإنسان أن يعتنق الدين الذي يشاء ويرتدي ما يشاء ويتعامل بحرية في فرنسا، فلماذا نرى هذا الهجوم الشرس من شخص يقال عنه رأس الدولة؟ مكر عليه من الله ما يستحق، وإساءته للرسول صلى الله عليه وسلم. أعلم يقينا أن الفرق بين الثرى والثريا كبير. من أنت حتى تتحدث؟ لقد أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لك الكثير، ولكن النتيجة واحدة، إن الله ينتقم لكل من يعادي رسله. الشيء الجميل عندنا في مصر، أقباط مصر أو حتى يكون القول واللفظ منضبطة، مسيحيين مصر، لأن كلمة قبطي تعني مسلم ومسيحي. إخواتنا المسيحيين اليوم على صفحاتهم يقولون لا لإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعني سنتناول هذا الأمر خلال الحلقة، وهيكون معنا اتصالات أيضا. برنامج مع القادة دائما وأبدا له متابعة خاصة مع سيد اللواء دكتور مهندس هشام ضرة، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الفيوم. نقدم له التهنئة، حيث أصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قرارا بتجديد الثقة للواء هشام ضرة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم للعام الرابع على التوالي رئيسا للشركة. معنا على الهواء مباشرة سيادة اللواء. السلام عليكم سيادة اللواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أخبار حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. بداية ألف مبروك على تقديد الثقة، وإن شاء الله يكون في هذا العام تكملة لما تم بدءه من أعمال على مستوى محافظة الفيوم لم نشهدها من قبل. ربنا يخليك يا دكتور، ألف شكر حضرتك، متشكرين جدا. سيادة اللواء هتناقش مع حضرتك في جزئين مهمين جدا. الجزئية الأولى ما أعلنه الصحفي الأستاذ محمد جمعة المتحدث الرسمي باسم الشركة في محافظة الفيوم، وهو يحذر النواب أو مرشحي مجلس النواب أن يستخدموا المشروعات القومية في الدعاية أو الإعلان عن نفسهم. هذا شيء بالفعل لاقى ترحابا لدى الشعب الفيومي كله. وحضرتك شركة الفيوم على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب. تمام. كلهم لهم كل التقدير عندنا، واحنا في الاخر حضرتك بنخدم الشعب الفيومي. تمام. اي عضو مجلس نواب يجي يطلب مني اي حاجة احنا مش شايفينها او معرفناش بنلبيها له فورا لصالح الشعب الفيومي. تمام. انما انا فوجئت ان احد المرشحين يعني بيدعي ان خزان نورس فيه مشاكل، وان ما هو في موجود في التحقيقات وموجود وكلام. طبعا انا فوجئت بالكلام ده، الكلام ده عالي تماما من الصحه. تمام. فعدم ردنا او سكوتنا معناها ان كلامه صحيح. تمام. فكان لازم نرد، لان الخزان ده برضه باختصار شديد حضرتك اللي نفذه وزاره الانتاج الحربي. ده مصنع ثلاث تسعات، وده يعني سيادتك انا مش هتكلم على وزاره الانتاج الحربي وانجازاتها اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه كلها. تمام. الخزان حضرتك اول ما بنستلمه لازم يجرى عليه تجارب تشغيل. تمام. بنجرب، هو شاف صوره مره تقريبا في بعض النشع موجود، راح قال لك ده الخزان بايظ وبيسرب وبيعمل. طبعا انا بشفق عليه لانه طبعا يعني هو مش مهندس، فكلمه تسريب غير نشع او رشح.
تمام. التسريب ده معناه ان في عيب كبير فيه، طبعا الكلام ده مش مظبوط تمام. هو حضرته كان اشتكى الرقابه الاداريه، والرقابه الاداريه انتدبت كليه الهندسه، وكليه الهندسه قالت الخزان سليم ما فيش فيه حاجه، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه من جانبه كلف المركز القومي لبحوث الاسكان بلجنه مشتركه من الشركه القابضه والمركز تمام. ورجعت وقالت الخزان تمام ما فيش فيه اي مشكله. وانا بدعو حضرتك من خلال قناتك، الخزان موجود، اللي عاوز يخش يشوفه ويتفرج عليه مفيش مشكله، وننظم زياره والناس تبص عليه. طيب. الخزان حضرتك قضى على مشاكل مدينه سنورس، مدينه خد بال سيادتك بس اللي انا هقوله تمام، مدينه سنورس وابهيه الحجر بما فيها ضرب النصارى، الاماكن دي كان فيها ضعف عام للميه، ضرب النصارى ما كانتش بتشوف الميه خالص تمام، لا صيف ولا شتاء. الخزان اتنفذ والحمد لله تمام التمام، انما كون حضرته يستغل موضوع الخزان عشان يعمل دعايه طبعا ده شيء مرفوض، خاصه ان الكلام عاري تماما من الصحه. طب سياده اللواء، البعض بيتساءل بيقول لماذا شركه المياه والشرق والصرف الصحي لا تعلن عن خطتها في المحافظه كلها وخطه الدوله اهي، عشان ما حدش يتاجر بشغلها ومجهودها وبتعبها. والله يا فندم احنا حضرتك احنا بنشتغل، انت طبعا عارف حضرتك امكانيات الدوله الماديه، واحنا بنشتغل بنعمل مخطط عام وبنشتغل على اساسه. هو برضه حضرتك من خلال برنامج بتاعك المحافظه واعده بقالها سنه دلوقتي بكم المبالغ الضخمه اللي بتضخ في مجال البنيه التحتيه في مجال المياه والصرف الصحي. تمام. يعني سيادتك انت عارف ان احنا حاليا شغالين في القرض الاوروبي، وده قيمته حوالي 9.5 مليار جنيه. تمام. الاستشاري شغال دلوقتي، وان شاء الله اول اعمال هنطرحها هتكون في نص شهر 12 باذن الله تعالى. القرى والمشروعات اللي كانت متوقفه، احنا انا بقالي من ساعه ما توليت رئاسه الشركه كل سنه ببعت بطلب ان احنا نكمل هذه المشروعات. الحمد لله رب العالمين السنه دي اتصدق لنا ب 182 مليون جنيه لثلاث قرى مبلله المشهورين عندنا، فرقص وسرسنه والسعديه. تمام. وجات لنا فلوس برضه حضرتك لشكشوك عشان نستكملها، ولفي دمين مشروع في دمين عشان نستكمله، والسينرو، واحنا شغالين في اعمال الطرح دلوقتي. اللي اشتغل على الارض فعلا سينرو شغاله من شهر 5 اللي فات. تمام. بقيه المشروعات في اعمال الطرح والترسيه، وان شاء الله نبتدي نشتغل فيها هذا العام. اما بالنسبه لمجال الميه حضرتك طبعا عارف، انت كنت متابع معايا من اول ما توليت رئاسه الشركه. تمام. ان كانت محطه طميه يعني شبه متوقفه، كانت فعلا بتضخ نص كميتها، كان بدون ضغوط، الحمد لله رب العالمين استلمناها واشتغل بكامل طاقتها، ما عادش في مشاكل دلوقتي في مركز ومدينه طميه سوى بعض الاماكن العاليه والمتطرفه، واللي ان شاء الله هنحاول نجد لها حلول. اللي خط قصر الباسل دانيال كان ده تنفيذ الهيئه القوميه، كان متوقف لشويه اجراءات روتينيه في اعمال الطرق، وان والطريق هينهار، لا مش هينهار، والحمد لله الشركه اتدخلت مع المحافظ السابق سياده اللواء عصام سعد وصرح بتنفيذ الخط ونفذناه، والخط ما اتعمل قصر باسل دانيال شبه قضى على مشاكل اتصا، عدا برضه بعض النهايات والاماكن المرتفعه. حاليا احنا شغالين على في يوسف الصديق في خطه عاجله عشان قريه كحك بحري كان فيها مشاكل كبيره جدا، لان القريه تضاعفت عدد سكانها، اتصدق لنا بخط ميه ب 5 مليون و 200 الف جنيه، الخط ركب وتم غسيله في انتظار الطرمبات بس اللي هتيجي عشان نبتدي نكمل تشغيل الخط، وباذن الله ان شاء الله هيتصدق لنا ببيت المبلغ عشان نعمل رافع وخزان على غرار الرافع والخزان اللي موجود في بيامو، وان شاء الله موضوع كحك بحري ينتهي تماما. سيادة اللواء، بمناسبة الحديث عن يوسف الصديق، قد أعلن السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والسيد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ إن هيكون في يوسف الصديق تحديدا في قرية النزلة والربع وقصر الجبالي والحمولي هيكون في غاز طبيعي. طب أهل القرى دي بيسألوا، إحنا ما عندناش صرف صحي، هيعمل غاز الطبيعي الأول ولا الصرف الصحي الأول؟ لا يا فندم، النزلة فيها صرف صحي، أنا بعمل توصيلات منزلية والمشروع خلص شغالين فيه وفي أباظة، وفي قصر الجبالي برضو المشروع ان شاء الله هيخش الخدمه قريب، قربنا نخلصه. تمام. وهنخش الخدمه وهنبتدي نعمل الوصلات المنزليه بتاعته باذن الله. تمام. سؤال اخير سياده اللواء، بالنسبه لقريه سيله والقرى المجاوره ليها، هل من جديد؟ سيله حضرتك ده في مشروع صرف صحي تنفيذ الهيئه القوميه هي اللي شغاله فيه حاليا لاداره المخابرات المتولياه،
وهم 8 قرى حضرتك مع الهيئه القوميه، تمام. منها سيله والسنباط وغيره، وان شاء الله دول شغالين. عشان كده بقول لحضرتك مع محافظه الفيوم يعني بسم الله ما شاء الله واعده في هذا العام والاعوام القادمه في مجال الصرف الصحي باذن الله تعالى. سيادة اللواء دكتور مهندس هشام درة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محافظة الفيوم، شكرا لحضرتك. يمكن هو بنقول يا جماعة الدولة ماشية بخطى ثابتة مثل ما يقال، عشان ما حدش يتاجر بتوصيل المياه لقرية أو الصرف الصحي لقرية. لا، الأمر تم إعداده، وإن شاء الله قريبا ستعلن محافظة الفيوم عن خطتها في الصرف الصحي وفي توصيل المياه أو تبديل بعض المحطات زي ما سمعتوا حضراتكم. نرجع تاني ونقول لعنوان حلقتنا النهاردة، للحرية آداب وضوابط. ما يفعل في فرنسا لا في لا حريات ولا في ضوابط. هم بيقولوا حاجة وبيعملوا حاجة تانية، وإذا كان الهدف الإسلام ترى من الكل اتحاد. طيب رئيس فرنسا ماكرون، أنت بتتكلم عن بلد الحريات، لماذا لا تترك الحرية للناس أو تتعامل مع الكل سواسية؟ يعني يفترض أن دولة متحضرة تتعامل مع الناس بعيد عن اللون، بعيد عن الجنسية، بعيد عن الدين، تتعامل بإنسانية. هي الدول المتحضرة كده. لكن ما نراه الآن عداء على الإسلام، حرب على الإسلام، أظن أنها النهاية لك. إن لم يتصدى لك العباد فكفاك أن رب العباد بالمرصاد. لا مكر ولا غير مكر، مهما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيء. رسول الله، الله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المسلمون اغضبوا أو لا تغضبوا، فكل الشرف لمن يدافع عن رسول الله، أما من يتخاذل فاللوم له. تعرف أن أنت لو دافعت عن النبي هو الشرف لك أنت، الشرف انك بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا مش هيخلي اي حد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي غالي والدين غالي، لا يدافع عنه الا الشرفاء. إذن للحريه ضوابط، لا توجد لا حريه ولا توجد ضوابط، يصدرون لنا شيئا ويفعلون عكسه تماما بتمام. عندنا ايضا بمناسبه المولد النبوي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، في قصة يعلمها الصغار قبل الكبار، في صورة سطرت عندنا في قول الله سبحانه وتعالى سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حينما أراد إبرهة أن يهدم الكعبة في هذا العام، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل. معاً على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ بكر عبد الهادي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم مولانا. طيب ممكن نحاول اتصال مرة تانية. فبنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، عام الفيل. لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت الدنيا، وكان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا بالعدالة تسود. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين بعد إبراهيم عليه السلام، لأن كل الأنبياء اللي أتوا بعد سيدنا إبراهيم، هو عندنا آدم عليه السلام أبو البشر، بعد منه فترة يجي سيدنا نوح عليه السلام يقال عنه آدم الثاني أو أبو البشر الثاني، لأن كل من أتى بعد نوح عليه السلام هو من نسل نوح، فيقال نوح أبو البشر الثاني أو آدم الثاني. بعد فترة يجي لنا نبي الله إبراهيم عليه السلام ويسمى بأبي الأنبياء. أبو الأنبياء ليه؟ لأن كل الأنبياء اللي أتوا بعد سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إبراهيم، بل كلهم من نسل إسحاق عليه السلام. كل الأنبياء اللي أتوا بعد سيدنا إبراهيم من نسل ولده إسحاق، كل الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، أي الذبيح الأول هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، الذبيح الثاني هو والده حينما نظر جد النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رزقني الله بعشر من الأولاد لأذبحن أحدهم، فكان آخرهم هو عبد الله
أبو النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصغرهم. معنا على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ بكر عبد الهادي من علماء الأزهر الشريف. سلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أوحشتني. ده والله أنت أشد وحشة. الله يكرمك الله يكرمك. الله يكرمك. فضيلة الشيخ بكر، أنا أعلم مدى علمه وغزارة علمه مع تواضعه وأدبه الجم، لذلك أردت أن أستثمر هذا الوقت وأتحدث مع حضرتك عن ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى الدنيا للخير وحتى يكون بشيرا ونذيرا. تفضل مولانا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بداية، إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له. وأقول لكل المستمعين، اتفضل يا مولانا، العالم كله كان على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فهو هدية الله للعالمين صلى الله عليه وسلم، لأن علماءنا قالوا إذا عم الفساد في الأرض فلا بد وأن تتدخل السماء. الله. والناظر إلى حال الكون وإلى حال العالم قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يجد أن الكون كله كان بحاجة إلى منقذ وإلى مخلص، فكان المنقذ والمخلص لهذا العالم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. كان الناس قبل مولده صلى الله عليه وسلم يهيمون في الضلال ويعيشون في الأرض الفساد، يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام، ويشربون الخمور ويئدون البنات. ولذلك يجدر بنا أن نذكر شيئا مما كان عليه العالم قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. عبدوا الحجارة بئس صنعا ربهم، أيماثل الصنم الإله القادرة؟ لا إله إلا الله. وتخال من تلقاه منهم كافرا، حيران قلد في العقيدة كافرا. وأد البنات رذيلة فيهم فشت، كالسيل يسقط من عال متحدرة. وإذا الوصيفة بشرته بغادة، حل الوجوم به وبات مزمجرة. وامتدت الأيدي الأسيمة نحوها، بالوأد خشية أن تجوع وتكترى. أما الخمور وما جرى في وكرها، يعيي الأديب بيانه والشاعرة. عبوا الكؤوس وأترعوا من دمها، وقضوا نهارا بالملذة زاخرة. أما البغاء فقد فشى، ولربما تجد البغي بعرضه قد تاجرا. وترى النساء لديهم وكأنها سلع تباع لمن يريد وتشترى. والمال قد كنزوا، وصار غنيهم بالمال فظا طاغيا متجبرا. منع الفقير نواله، وإذا به عند الرذيلة منفقا ومبذرا. لا حق للفقراء في أموالهم إلا إذا أربى الفقير وقدرا. شاع الربا، وإذا الربا في أمة قد شاع حل بها الزوال مبكرا. ما ضر لواسه حزينا، هده كيد الزمان له وفق المعصرا. هذه القصيدة جميلة، أو هذه الأبيات، بتصور ما كان عليه الناس قبل ميلاده من فساد في العقيدة مولانا. وكأن الناس كانوا يعيشون في غابة، القوي يأكل الضعيف، الصغير لا يحترم الكبير، الكبير لا يرحم الصغير. أحسنت، كان قانون الغابة هو السائد. تمام. ولذلك ما أروع قول القائل حيث قال: صور من الخلق الوضيع رخيصة، بشريعة الغابات كانت أجدرة. أيسود مجتمع يفيض نقائصه، جعلت حياة العالمين دياجرة. لا بد من محو الظلام، فطالما كان الظلام على الحقيقة ساترة. لا بد من فجر يضيء لنا الدنا، ويعمها نور النبوة باهرة. صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ولد الهدى فانشق فجر ساطع، يهدي إلى الله الشقي الحائرة. فأتى إلى الدنيا يتيما، لم يصب منها سراء، بل أقام على السرى. صلى الله رفضته عليه وسلم. كل المرضعات لفقره، إلا حليمة أملت أن تؤجر.
فمشى إليها السعد يطرق بابها حتى رأته بكل خير عامرة. صلى الله عليه وسلم. الكون كله كان على موعد معه، لأن ميلاده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ميلاد أمة، كان ميلاده ميلاد خير وميلادا للقيم والأخلاق والمسل العليا صلى الله عليه وسلم والحضارة الراقية. فهو صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به البشر من الظلمات إلى النور، وأزال به حيرتها. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ميلاده بالنسبة للبشر، العالم كان بحاجة إليه كحاجة المريض إلى الشفاء، والعطشان إلى الماء، والعليل إلى الدواء، والنظر الذي تتمناه العين العمياء. الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم مهما تكلمنا عنه فلم ولن نستطيع أن نوفيه حقه، لأن الكلام عن النبي بحر لا ساحل له. ولكن كفاه شرفا. نعم. ولكن في ذكرى ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم نريد أن وصية لشبابنا، لبناتنا، وصية للشعب العربي المسلم، للعالم كله. والله خير احتفال بميلاد صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام أن نتأسى بسنته وأن نسير على هداه، فالنبي قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكون كله قد فرح بميلاده، فما أحوجنا إلى أن نتعرف على سيرته وسنته وهديه، ونقوم بتطبيق ما أمر به وما جاء به من عند ربه. يا نداء طبعا موجه إلى كل إخواننا الشباب وإلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. رسولكم كرمه ربه وأكرمه صلى الله عليه وسلم، أعطاه من التكريم ما لم يعطي رسولا من الرسل ولا نبيا من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. من تكريم الله لنبيه أنه جعله هديته للعالمين. من تكريم الله لرسوله حفظ له نسبه صلى الله عليه وسلم، فولد من نكاح صحيح ولم يولد من سفاح. من تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي يتطاول عليه الأقزام في أيامنا أن حفظ له بلده من أبرهة وجيشه. وقصة الفيل، حادثة الفيل، دليل صدق على نبوته وعلى أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، والنبي لم يشاهد هذه الحادثة، وجاءته الرسالة بعد الأربعين، ومن القوم من بلغ السبعين، يبقى ساعة الحادثة كان عنده ثلاثين، وفيهم من بلغ الثمانين ساعة الرسالة يبقى كان عنده أربعين. كان ممكن يكذب هذا الكلام. وقص الله عليه هذه الحادثة بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ الخطاب الرباني أنه خاطب رسوله بقوله ألم تر، مع أن النبي لم يرى، وكان السياق يقتضي أن يقول له ألم تعلم ألم تعلم، لكن إخبار الله لرسوله أقوى من رؤية العين من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم نجد واحدا يكذب هذه الحادثة، فدل هذا على أن الذي أرسله هو الذي أخبره صلى الله عليه وسلم، وبأن القرآن كلام الله ومعجزة الإسلام الخالدة. من تكريم الله لرسوله أنه أقسم ببلده، لا أقسم بهذا البلد والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. من تكريم الله لرسوله أيضا أقسم بحياته، الله عز وجل له أن يقسم بما يشاء سبحانه، لكننا لم نجد أن الله قد أقسم بحياة بشر قط إلا بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صلى الله عليه وسلم. أي حياتك يا محمد. من تكريم الله لا حتى يعلم الشباب قيمة نبيهم ومكانته عند الله عز وجل، وماذا أعطاه الله من التكريم والإكرام حتى يدافع عنه بالغالي والثمين.
الله عز وجل لم ينادي عليه في القرآن باسمه مجردا صلى الله عليه وسلم، مثلما نادى على بقية الأنبياء والمرسلين، وإنما قدم بين يدي النداء صفة النبوة والرسالة. عندما نادى على آدم قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إلى آخر ما جاء من النداءات في القرآن. نادى على الأنبياء جميعا بأسمائهم مجردة، لكنه عندما جاء عندما نادى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينادي عليه باسمه مجردا، وإنما قدم بين يدي النبوة بين يدي النداء صفة النبوة والرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولو ذكر اسمه دون أن يقدم بين يديه صفة النبوة والرسالة يقوم يقرن اسمه بالرسالة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك تكريم أكبر، أن الله أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد بالإيمان بسيد الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فضلت الشيخ أنا ببلغ حضرتك، أول تحية الكنترول وكل المستمعين بيقولوا لي ما كانش ينفع يكون لقاء على الهواء تليفونيا، ياريت فضلت الشيخ يتكرم ويكون لنا لقاء على الهواء مباشرة لانفراد حلقة كاملة حتى نرد على الإقزام الذين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شاكر لحضرتك جدا جدا هذه المداخلة الطيبة. فضيلة الشيخ بكر عبد الهادي من علماء وزارة الأوقاف، وأنا أعلم الحديث مع حضرتك له شجون، خاصة إذا كان الحديث عن محمد، هذا محمد الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، فصلوا عليه وعلى آله، وإن شاء الله نلتقي بنبينا في الجنة ونشرب من كأس ومزاجه من تسنيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد كل من يسيء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر أعيننا بنصرة هذا الدين. وأقول لكل المسؤولين بالله عليكم، لو تمت هذه الإساءة لرئيس أو لمسؤول هل كنا سنسكت؟ فلماذا نسكت؟ لا نقول إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرينا عجائب قدرته في كل من يسيء لديننا ولنبينا. وإن شاء الله إن شاء الله سترون قريبا إذا كان من الآن فرنسا تدمر بشيء بسيط، فيروس كورونا، يا مكر كورونا قادر الله على أن يبتليك بها ويجعلك عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر. إذن لقاؤنا للحرية آداب وضوابط، لا عندكم لا حرية ولا عندكم ضوابط. برنامج مع القادة لنا دايما كده في كل لقاء مجموعة من القادة بجد، اللي لما بيدخلوا معي على الهوا بحس بتكلم حد مثقف، حد وطني من الدرجة الأولى، حد بيكلمك كده وقلبه كله مع مصر ومع مصر. أكيد لما نذكر هذه الأسماء لازم سيادة اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الأسبق، يكون معنا على الهواء ونبارك له التعيين في مجلس الشيوخ من الرئيس السيسي. السلام عليكم سيادة اللواء. اهلا وسلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور رمضان، تحياتي لك ولاسره الاعلام. أسر... وانتم
طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. وحضرتك والأمة العربية والإسلامية جمعاء بخير وصحة وعافية إن شاء الله. سيادة اللواء ببلغ حضرتك تحية أسرة برنامج مع القادة وتهنئ حضرتك بالتعيين في مجلس الشيوخ بداية. والله أنا بشكركم وبشكر مصدر القرار وأشكر الله شكرا، وأقول إن ربنا وفقنا إن إحنا نكون عند حسن ظنه ونؤدي لمصر ما تنتظر مننا، وأن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه الظروف وفي تلك الأيام التي تحتاج تكاتف الشعب المصري كله وراء القيادة حتى نطهر البلاد من الخبث ومن أهل الشر الموجودين في إسطنبول وفي قطر وفي لندن. سيادة اللواء، برنامج مع القادة دايما بيلجأ لبعض الضعفاء، بعض الناس البسطاء، فدايما بيبقى لنا تواصل مع نواب المجلس الشيوخ اللي هو حديثا أول مرة بعد الثورة، أو أعضاء مجلس النواب، وحتى تقضى مصالح الناس. عايز وعد من حضرتك لما تجي لنا حالة وتستحق ونبعتها لحضرتك وكعادتك، انا عارف معانا دايما في كل مساعدات لاي حد، لكن المره دي بحكم بقى صفه برلمانيه سياده اللواء يكون معنا في برنامج مع القاده لاي شيء او اي انسان يلجا الينا لمصلحه محتاج انصاف، حضرتك تكون متواجد معنا ان شاء الله باذن الله تعالى. وانا اعمل بالحديث بيقول ان لله عبادا اختصهم بقضاء حقائق الناس فإنهم لا يأتون أحساب الله يحكم. بنحاول إن احنا ناخد هذه الصفة حتى يكون حسابنا قليل في الآخرة بإذن الله تعالى. سيادة اللواء، تسمح لي أعلن هذا الإعلان إن برنامج مع القادة يتلقى أي شكاوى من كل المحافظات، خاصة إذا كانت فيها مصلحة عامة أو فيها ظلم بين لشخص ما، يتواصل مع برنامج مع القادة إن شاء الله وتكون في نفس التوقيت عند سيادة اللواء. وأنا أعلم يقينا أن سيادة اللواء لا يكل ولا يمل في الخدمات العامة. شوف، يقينا أن احنا يعني أولا خيار رئيس الجمهورية ومحل الثقة الغالية، فيجب أن نكون خداما للشعب الذي يرقصه هذا الرجل الذي هو هدية السماء في مصر لإنقاذها من براثن تلك العصابة الإرهابية ونهضة في هذه البلاد. سيادة اللواء، حضرتك تم القسم من كل النواب، متى يبدأ بقى العمل الفعلي أو تقسيم اللجان، ولا بدأ بالفعل؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد 29 نوفمبر بعد صدور اللائحة وعرضها على النواب الموافقة عليها، لأن اشتغلنا الآن بلائحة مجلس النواب ولازم يكون هناك لائحة خاصة بالشيوخ، وهذه اللائحة ستعرض على أعضاء المجلس يوم 29 نوفمبر بإذن الله تعالى. سيادة اللواء فاروق المقراحي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا لحضرتك. بنحاول في برنامج مع القادة يكون لنا خيوط مع المسؤولين، خاصة الإنسان بيحس من جواه كده أنه هو ما بيتأخرش عن أي حد، وأتمنى برضو ربنا يكرمنا في انتخابات النواب ويكون عندنا برضو ناس من نفس النوعية دي. ولكن بمناسبة عنوان حلقتنا للحرية أداب وضوابط، أعتقد يفترض أن عندنا حرية وضوابط برضو في الانتخابات، يعني أنا أعطي صوتي لمن أشاء دون ضغوط. يا جماعة، اللي بنراه في الانتخابات هو أولا في أمور مختلطة على الناس، الناس متهيئة أن انتخابات امبارح والنهاردة الساعة 9 بالليل تغلق اللجان، أو لما تخلص الناس اللي فيها تغلق ويبدأ الفرز ويبان مين ناجح ومش مين ناجح. غايب عنهم أن القائمة لم يعلن عن من فاز من القائمة إلا في يوم 14 ديسمبر. السبب؟ احنا عندنا مرحلة أولى ومرحلة تانية. مرحلة الأولى اللي هي بدأت أمس واليوم
المرحلة الثانية في الانتخابات اللي هي هتكون يوم 7 و8 نوفمبر داخل مصر، وقبلها على طول 4 و5 و6 نوفمبر خارج مصر، وهتكون خاصة بالمحافظات التالية: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، والإسماعيلية. المحافظات لسه ما بدأتش فيها انتخابات، فازاي تقول لي قائمة كذا فازت أو قائمة كذا اكتسحت؟ يا حبيبي ده الشوط الأول لسه، وما خلصش لسه الشوط الأول، لسه احنا بنلعب ده تقريبا في الوقت الضايع. ممكن النهاردة بالليل نعرف قائمة كذا أخذت في الجولة الأولى كذا، وننتظر ولا يعلن شيئا إلا بعد الجولة الثانية. يبقى إذن للقوائم اللي بنسمعه كل ده غير صحيح. طيب بالنسبة للفردي، الفردي كان أمس وكان اليوم. الشيء الجميل مشاركة الشباب، بجد الشباب خلى ليها روح جميلة، الشباب خلى فيه شكل كده حلو، رغم في أمور لا يجب أن تكون. يا جماعة بنتكلم على برلمان مصر، معقولة نائب يا جماعة ينجح بالفلوس؟ معقولة نائب يشتري أصوات يا جماعة؟ أين الكرامة؟ ترضى على نفسك كده؟ طب اللي بياخد فلوس ده الوسيط اللي بيبيع بلده، يعني أنت بتقبض من النائب وتدي لأهل بلدك عشان يصوتوا للنائب تاخد لك قرشين، وبعد كده الناس تدور على النائب ما تلاقيهوش. قال لا يا جماعه اصبروا، تحلوا الصبر. اقول لك على حاجه، والله رزقك هيصل ليك. المبلغ اللي هتاخده من سياده النائب، انا ما بتكلمش عن محافظه معينه، انا كنت متابع النهارده في اكتر من محافظه وجالي فيديوهات للاسف، يعني انا مش عايز اعلنها عشان القنوات التانية بتستغلها، لكن انا بقول احنا فين، لازم نغير من نفسنا يا جماعه. طبعا كلما قل العدد، العدد قل في المشاركه، سهل اي نائب يشتري. انت ممكن تعمل له مشكله بجد اذا انت شاركت بعدد كبير جدا. الشباب ما حدش هيشتريهم، خدها مني انا، الشباب ما حدش هيشتريه. الناس اللي عندها كرامه وعندها شرف ما حدش هيشتريها للاسف. هما بيلعبوا على جزئين، الجزء الاول الجمعيات الخيريه، نعم جمعيات الخيريه، والله يستغل حاجه الفقراء، بيتاجر بيهم، الذنب على مين؟ رئيس الجمعيه، مشارك في الاثم اللي هو جمع البطايق عشان يظهر بهذا المظهر المهين لهؤلاء الأشراف، لكن حالتهم مادية تعبانة. فالبند الأول هم لعبوا عليه الجمعيات الخيرية بمساعدة وتدليس من أصحاب أو مديري هذه الجمعيات، ويجب أن الدولة تتصدى لهذا الأمر. يمكن في لقاء قبل كده طردت أو أكثر من لقاء دكتورة نيفين وزيرة التضامن يكون تحذير شديد اللهجة لهذه الجمعيات، لا تتعامل مع هذا الأمر أبدا مهانة وذل يا جماعة للناس دي. الحاجة الثانية الميكروباصات اللي عمالة تنقل الناس، أنا مش هقول حاجة ما شفتهاش بعيني. النهاردة في ورقة دوارة بتوزع على الناس ومبالغ، سواق العربية نفسه بيدي للناس فلوس. أقسم بالله رأيت بعيني ما سمعت بأذني، هذا الأمر يحدث في مصر في هذا العهد الجميل، في هذا التطور، جيش عظيم على مستوى العالم، ترتيب رقم 9، كلنا نتشرف بالجيش المصري، الرئيس يطلع بنفسه ويقول لك اختار صح، لكن للأسف هناك من يعمل عكس ما يقول الرئيس وعكس ما تكون الدولة، وكأنه يريد شيئا. هو ليه يا جماعة عايز يطلع لي نائب دون المستوى؟ عشان يكون التعليم عندي دون المستوى، عشان يكون المشاكل عندي عالية جدا، فكل مرة نختار نفس الاختيار، والافترض اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي مثل ما يقال. لازم يكون عندي عقل. النهاردة بعد ما تعلن نتيجة البعض وينجح، رقم التليفون ده هيتقفل ويتفتح بعد 5 سنوات، ولما تروح له اقول لك انا شاريها بفلوسي، ما هو دفع. لكن انا بقول للشباب، الساعة دلوقتي حاليا لسه 7، باقي 2 ساعة، انزل شارك، انما بعد تقعد في بيتك وبعدين يجي لك نائب تقول اصل النواب دول ما بيعملوش اي حاجه خالص، انت السبب، انت نزلت اخترت؟ لا ما نزلتش، ما تتكلمش بقى، يفرض عليك اللي يتفرض عليك، ما هو طالما الشرفاء ما نزلوش يبقى هيجي لك مين؟ الشريف يختار شريفا، اللي عنده اصل عمره ما يباع ولا يشترى، انما كلما الناس الشرفاء والشباب كانوا بعيد عن الانتخابات اكيد هتكون النتيجه مش على كما يريد الرئيس او كما تريد الدوله او كما يريد الشرفاء في مصر،
عشان كده لازم الساعتين دول انزل شارك اختار رايك بمنتهى الامانه وانت ورا الستار يا جماعه. محدش ابدا هيقول لك بتعمل ايه ولا بتعملش ايه. الحاجه الثانيه اتمنى اقتراح عشان انهي على كلمه الورقه الدواره وان فعلا بيتم تسويد بعض الاوراق. يفترض يكون عندنا فكر المرات اللي جايه على الورقه نفسها اللي هي الناخب بيعلم فيها يتحط رقم القومي للانسان او قدام القاضي كده الورقه اللي ياخدها القاضي شايفه بعينها هي نفس الورقه اللي حطها في الصندوق مش معاه ورقه في جيبه اخد دي معلمهاش وحطها في جيبه وطلع اللي في جيبه المتعلم عليها حطها في الصندوق واخد الورقه اللي مش متعلم عليها اداها لهم بره عشان يجي واحد تاني ياخدها برضه وهلم جرى. يعني هذا امر صعب جدا جدا. الحاجه الثانيه يا جماعه اللي عليه علامات استفهام واللي الدوله مش عايزاه ليه توافق عليه يدخل الانتخابات اصلا؟ ما تستبعده من الاول. اي حد عليه علامات استفهام والدوله غير راغبه ان هو يتولى منصب يستبعد، انما طالما قبلتهم وقبلتوا اوراقه يفترض الدوله تقف على الحياد بقى. انا اليوم تاكدت فعلا وجالي اتصال لما حصل اتصال بيني وبين اكتر من جهه ان الامن على الحياد. قولا واحدا اليوم سمعته، الامن على الحياد. التزوير بيتم خارج اللجنه، اللجنه انضباط، معظم القضاه لا يعنيهم، يعني معظمهم حتى مش من نفس المكان، لا يعنيهم من يفوز او من لم يفوز، هو بينفذ قانون. كل المشكله اللي عندنا دلوقتي حاليا قدام اللجنه، التوجهات، التدخلات، اسوأ ما عندنا الجمعيات الخيريه، وللاسف شو بقول ايه؟ اسوأ ما عندنا، اللي بعدها الجمعيات الخيريه، اللي هي المفروض حاجه حلوه. جمعيات خيريه اسمها حتى حلو. الجمعيات الخيريه تكون سبب في أن تفرز لنا من لا نريده ومن لا يجيد الفن في الإدارة ولا يعلم شيء حتى هو بيشتغل مصالحه. الحاجة الثانية يا جماعة وهختم بيها، لما يكون عضو مجلس النواب يقاتل هذا القتال المرير بقاله شهر أكتر مفيش قرية مفيش عزبة مفيش بلد منزلهاش وتعامل ما شاء الله يبص راس ده ويتعامل مع ده ويعمل كل حاجة حلوة أوي أوي. طب أنت كنت فين خلال الخمس سنوات؟ الحاجة التانية، أنت معالي الباشا هتصرف لك 20 مليون عشان تبقى عضو برلمان، وهتقبض خلال الخمس سنوات كلها أقل من 2 مليون، 30 ألف في 60 شهر اللي هي الخمس سنوات 1,800,000، قول 2 مليون بدل جلسات 2 مليون كمان، برستيج وفشخرة أمام الناس 1,000,000 كمان 5 مليون. بتصرف 20 و30 مليون ليه؟ وهتجيبهم ازاي؟ وايه اللي في دماغك؟ وايه فكرك؟ عشان كده يا جماعه لازم نفوق بقى شويه. ده هو بيجي بيشتري الكرسي وبيشتري كرامه ناس بسطاء. عشان كده اي حد يجيلك وتعرف ان هو بيتعامل هذا الامر اقل ما فيها، من راى منكم منكرا فليغيره بيدي، ودي مش بتاعتنا احنا، بتاعت الدوله، الدوله اللي تقف بالمرصاد لهؤلاء. او بلسانه يا عم اتكلم زي ما انا بتكلم كده بكل ادب وكل ما بقولش فلان ولا محافظه فلان ولا لا 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 بقولش كده خالص. النبي علمني ولا ما بال اقوام، انا بقول ناس، واللي عايز يتثبت من نظام يرجع لي وعندي صوت وصوره وايه اللي بيحصل وازاي اشتروا وازاي الورقه الدواره كل ده موجود. بس ابيت ان انا انشر حاجه زي كده في البرنامج حتى لا تستغل من قبل البعض الكاره لمصر والذي يريد ان يسقط مصر، ولن تسقط ان شاء الله. بنقول الدولة هي تغير باليد، المتحدث والكاتب بيده يغير القول. طب أنا بقى لنا متحدث ولنا الدولة أعمل إيه؟ فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. أنا أقول لا، اللي بيحصل ده خطأ، اللي بيحصل ده أنا مش موافق عليه، يا رب ما توفقش أي إنسان غشاش، يا رب ما تخليش حد اشترى أصوات ونصب على ناس يصل، وإذا وصل يا رب ما تمكنش ليه واكشفه أمام الناس. ومكن يا رب للناس الطيبة، الناس البسيطة، الناس اللي بتخدم الشعب بجد، الناس اللي مكتبة مفتوح، الناس اللي بتساعد الناس. أنا عن نفسي بفضل ربنا بعرف أخلص مصالحي، عمري ما روحت للنائب ولا عمري أروح لنائب على قضاء مصلحة، إلا حالة واحدة بس، لو حد قصدني في حاجة ببعته لنائب معين
وبقى عندي ثقة ان هو هيخلصها زي سيادة الوقت فاروق المقرحي، وعدنا على الهواء اهو اي حاجة هتجيلنا هتوصل لي، وان شاء الله هنلاقي منه كل الحب قبل المساعدة. بنقول الانتخابات هتنتهي، يعني الجولة الاولى في الانتخابات النهاردة امبارح خلاص الساعة 9 خلصت، هيظل الحب وهيظل الود، فأي حد ينجح نقول له مبروك، ومن لم يحالفه الحظ نقول له هارد لك، مش نهاية المطاف يا جماعة. مشكلتنا اللي مش معايا ضدي وبتعامل الأمور يا عمي اهدى شوية، بالراحة قوي علينا. النواب القدام ما عملوش حاجة، والجداد كمان اسمعها مني مش هيعملوا حاجة، خطة الدولة ماشية. سمعتوا سيادة اللواء هشام ضرة قال لك احنا عندنا خطة ومحدش يتاجر بيها، فالنواب لا هيقدر يعملوا حاجة. وتاني حاجة، المجلس النواب يا جماعة يفترض ملوش دعوة بالخدمات، لو عندي مجلس نواب صح مجلس تشريعي خاص بالقوانين خاص بسياسة الدولة، اقعد مع المحافظ اقعد مع الوزير اعمل سياسة لمحافظتك لدايرتك اعمل حاجة حلوة، مش مهمتك تخلص لي رخصة في مرور، مش مهمتك تدخل لي واحد مستشفى، مش مهم، لا دي مش تخصك، لكن اعمل لي سياسة عامة. النائب اللي هو لا يجيد التعامل ازاي تواصل مع وزير التربية والتعليم ويطلب حاجات خاصة بالتربية والتعليم؟ النائب اللي هو معاليه بيتعالج برا وما بيدخلش مستشفيات الحكومة ازاي يحس بألام الناس وبظروف الناس، وازاي يطلب للناس يكون عندنا ملف صحي يليق بالشعب المصري؟ النائب اللي هو بيشرب مية معدنية ايه اللي عرفه اصلا بالناس ومشاكل الناس والمية حلوة ولا مش حلوة؟ النائب اللي قاعد في برج عادي وبينزلش الدايرة بتاعته الا كل 5 سنوات نوصله ازاي ده يا جماعة؟ النائبة اللي هي اصلا مش من المحافظة عندنا، تخيل، من خارج المحافظة، والله زي ما اقول لكم كده من خارج المحافظة خالص، ازاي نتواصل معاها؟ امور لابد وان تراعى يا جماعة. الشعب فاهم والشعب يعي، الطبخة اللي حصلت في الانتخابات في مجلس الشيوخ ينقصها الكثير، وايضا الطبخة اللي حصلت ايضا في مجلس النواب ينقصها الكثير. يا عمي لو افترض ان في دايرة فيها 3 ليه تمسك 3 وتقفل عليها؟ ادي للناس متسع، اختار 2 وسيب 3 قول للناس براحتكم فيه. انا عايز اجامل صاحبي محامي، صاحبي لواء، صاحبي كذا، انا عايز اجامله ما تفرضش عليا. احنا قلنا كل دايرة فيها 3 اختار 2 وركز على 2 دولة وسيب 3 الناس تتنفذ بيه. ما تقنعش الناس اكتر من كده بقى، الناس تعبت بجد، الشرفاء يئسوا. انا امبارح بتكلم مع واحد قال لي انا عمري ما اشارك في انتخابات، انا كنت واخد قرار ان عمري ما اترشح وان شاء الله عمري ما اترشح. لو استمر الامر على الانتخابات اللي حصلت في الشيوخ وما اراه الان ولم يحدث تصحيح، انا هعلن ايضا انني لن اشارك في اي اعمال انتخابيه قادمه. ملاش لازمه بقى، ما نضحكش على بعض. فاحنا بنقول ايه بقى؟ مصر قادمه والحريات، الحريه لها اداب وضوابط، اداب ان انا اايد اللي ايده بادب، وضوابط لا اسيء لغيري. يا جماعه عايزين بقى ثقافه الاختلاف بقى، ونتكلم مع بعض كده بحب وبادب وباحترام، ولو ربنا يقدر هو يكون اذا النائب اللي انت بتسانده نجح نقول له الف مبروك، لم يحالفه الحظ نقول له خلاص كلنا مع النائب الجديد ونبارك له، ونحاول يا جماعه نعمل كشف حساب. انا عن نفسي باذن الله اي نائب سوف يوفق ويكون نائب للشعب اي خدمة هتجيلي هديها له مرة واثنين وثلاثة، بعد كده اعلن في هذا البرنامج ان هذا النائب ملاكي خاص لمجموعة معينة، زي بعض النواب في اللي عدوا اصبحوا دلوقت حاليا ايه؟ بيخدموا عيلة لا اكتر، بيخدموا بيت لا اكتر، بيخدموا اشخاص، والاشخاص اللي هم بيخدموهم هم السبب ان الشعب يكرههم. ليه بقى؟ فصل بينه وبين الناس ومحدش يتعامل معاه الا من خلال القناه بتاعته هو بس، من اسلوبه هو بس. فعشان كده بقول للنواب نصيحه، احنا ان شاء الله هنعرف من يحالفه الحظ في هذه الليله بعد ساعات ان شاء الله، وهنعرف بعد ايام مين اللي خلاص مجلس نواب. اجعل نيه عندك ان شاء الله تصحح من اخطائك وتبدا صفحه جديده مع الشعب المصري. واحنا بقول للشعب المصري كله، كلنا صله رحم، كلنا اهل، كلنا عائلات، كلنا يد بيد حتى نمضي إلى بر الأمان. حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر ومن أحبها. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.